وسهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من ببيروت والتي تحمل الكثير من المواضيع. لأجمل إطلالة عروس، لمسات جمالية في المكياج نقدمها لك. وبعد المكياج لابد من تسريحة مبتكرة تتماشى مع موضة 2016. زيني بيتك بأجمل ابتكارات الديكار لأجواء من الدفء والانسجام. وكيف نؤسس لحياة متوازنة وسعيدة لأطفالنا؟ هذا وغيرها من الفقرات تترافقون فيها اليوم مع ساشا دحدوح ونيفين سكايكي. أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا ببرنامجنا ببيروت بحلته الجديدة. نترافق نحن وياكم من الأحد للخميس لمدة ساعة ونص من الوقت، غنية بالفقرات المواضيع واللقاءات المميزة بتهم كل أفراد الأسرة وخاصة المرأة العربية. ما هيك نيفين؟ طبعا أهلا وسهلا فيك ساشا. أهلا وسهلا. يعني هيك بعرف انه المشاهدين زعلانين لانه صرنا من الاحد للخميس، ولكن نحن هيك بنخليهم يشتاقولنا اكثر ونحن كمان رح نشتاقلكم اكثر. وموعدنا صار ساعه ونص، وطبعا صرنا هيك عندنا ضيوف مميزه ومعلومات جدا مهمه، ومثل العاده اكيد ضيوفنا الثابتين بقيوا ثابتين. اهلا وسهلا بخبيره مكافحه الشيخوخه كارول زمرود. اهلا وسهلا فيكي كارول. اهلا وسهلا كارول، اهلين فيكم. اشتقنا لك، عاد عليك، ميرسي عليكم. زمان ما شفتك. ايوه انا كمان. منيح؟ كيف كان العيد؟ منيح مع شوية سخونة قد ما في سقعة بلبنان. ثانك يو. سلامة قلبي. وخليفة التغذية ايضا هالة عقيقي، كيفك هالة؟ ماشي الحال. اهلا وسهلا، شو رح يكون موضوعك لليوم؟ اليوم رح نحكي عن الخيارات اللي بيقوموا فيها الاشخاص مع بداية كل سنة اللي بتختص بخسارة الوزن، وكيف بتكون دايما هالقرارات اللي بياخذوها مش ناجحة وبتفشل معهم دغري. بنضلنا نأجل فيها يوم بعد يوم. فاليوم بدنا نساعدهم تاخذوا القرارات المضبوطة يلي رح تساعدهم يقدروا يتابعوا فيها للآخر. هلا كلنا مقررين نعمل دايت؟ لا كارول اكيد لا، دايما على اول بس كلنا مقررين. كارول كمان النحافة الزايدة تؤثر على وجه المرأة تحديدا، ببين الترهل على البشرة. صح. اليوم رح تختاري تقنية جديدة نحكي عنها. اليوم رح احكي قديش لها حق المرأة تخسر وزن. اذا نحن عم نحكي مش عن جمال الجسم وعن الدهون، انا عم بحكي عن الوجه، يعني قديش مسموح للمرأة تخسر وزن وكيف، واذا مقررة تخسر وزن شو هن التقنيات الباكينج اب تكنيكس اللي لازم تدعم حالها فيهم لحتى ما تترهل وما يبين انه نزل شوية وزن بس راح جمال وجهها وبشرتها ترهلت. اوكي رح نتابع لكن كل التفاصيل معكم بسياق حلقتنا. خلونا نشوف نحن وياكم صورة اليوم رح تبين امامنا على الشاشة. الصورة من على سطح القمر حيث لا تغيب الارض ابدا وتبدو معلقة بالسماء. التقطتها اليوم الناسا من مركبة فضائية إلى تحلق بمسبار القمر. يعني هالصورة للحظة إذا شفناها يمكن على المواقع التواصل الاجتماعي متخيلها لوحة فنية أكثر ما هي صورة حقيقية. حلو كتير حلوة هالصورة ساشا. وكمان من الفقرات الثابتة وكمان اللي رح نشوفها كل يوم ببرنامجنا هي أعياد الميلاد يلي المشاهير يلي بتسقب عيد ميلادهم اليوم، فما نقول عيد ميلاد سعيد للممثلة القديرة ليلى علوي. عيد ميلاد سعيد ونتمنى لها اكيد دوام الصحة ومزيد من التألق والنجاح. وايضا من اللي بيسائب عيد ميلادهم اليوم نيوتن، عالم الرياضيات والفيزياء الانجليزي اللي اكتشف الجاذبية واللي ولد مثل هاليوم من سنة 1643. فللممثلة القديرة ليلى علوي نتمنى لها كل التوفيق والخير وكل عيد وانت بألف خير. وكمان بالأمس أنا ما تبعتكم بس حسب ما عرفنا شفتوا الجزء الأول من تقرير كيف كانت إطلالات النجمات خلال حفلة رأس السنة. هلا رح نشوف نحن وياكم والمشاهدين أكيد الجزء الثاني، خلينا نشوف كيف كانت النجمات وكيف تألقوا. يلا منتابعوا. من لبنان، دبي ومصر أطلت النجمات بكل أناقتهن ليستقبلن العام الجديد مع الجمهور والمحبين. الفنانة مايا دياب اختارت الأردن أيضا لتستقبل فيه العام الجديد وكان فستانها من مجموعة رامي قاضي. ومن الأردن أيضا أطلت الفنانة شذا حسون بفستان أسود طويل من المخمل الناعم مع بعض التطاريز اللامعة البارزة على الجانب وكم واحد من الشيفون الشفاف، وربما كان الحزام غريبا أو لافتا بعض الشيء بلونه الفيروزي الزاهي. والهنا لك يا هواي أريدك تبقى دموعي، والهنا لك يا هواي أريدك تبقى دموعي.
دبي ننتقل مع إليسا التي اختارت فستانا أسود من لانفان. هذا الفستان الناعم يمزج بين المخمل على نصفه العلوي وحرير التفتة على طول التنورة المكسي مع بعض الكشكشة الرقيقة على الجانبين، إطلالة في غاية الشياكة. يا مرايتي من كم سنة لليوم قديش تغيرت، يا مرايتي من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت. إطلالة يارا في حفلها في دبي كانت بفستان أسود من تصميم باسيل سودا من الشيفون الناعم مع بعض التطاريز اللامعة على منطقة الخصر. اختارت يارا التصميم المثالي لقوامها فظهرت أكثر طولاً ورشاقة. ومن دبي إلى لبنان ننتقل وبالتحديد مع النجمة الذهبية نوال الزغبي التي لا تزال مخلصة لتصاميم زهير مراد الملكية الجميلة، فأطلت بفستان أحمر ساحر بكمين طويلين مع التطاريز والزخارف فيما اختارت أكسسوارات ذهبية جميلة لشعرها. مين عجبكم من الإطلالات؟ نوال الزغبي. نوال الزغبي نجحت كتير يعني بتعاملها مع المصمم العالمي زهير مراد، بإطلالتها دايما هيك عم بتكون حلوة. وهي معروفة قديش عنيقة يعني شو ما تلبس نجمة نوال الزغبي بيطلع حلو، بس أنا مبارح قلت إنه بنطر على السوشيال ميديا تشوف ما لقيت حدا كتير واو هيدا السنة، والأكثرية راحوا على الأسود ما بعرف ليه، مع إنه الألوان ما في غير يمكن هيفا ونوال الزغبي لبسوا ألوان مزبوط. بس إنه ما كان في حدا مطرناه انه هيك غير شوي يمكن بالستايل، يمكن هيفا شوي غيرت انه لبست قصير غير الكل. على كل حال ننطرهم بالمناسبات اللي جايه. رح نروح اول فاصل ومن بعد الفاصل ندخل بموضوع بمواضيع حلقتنا لليوم. نبتدي بمواضيعنا لليوم مع اختصاصية التجميل ومكافحة الشيخوخة كارول زمرود، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. هاي. وأيضا خبيرة التغذية هلا عقية، أهلا وسهلا فيك كمان مرة جديدة. كارول، من المعروف أنه الصبايا الأكثرية والسيدات بيضعفوا بطريقة سريعة وبالأخص باتباع بعض الحميات الغذائية المختلفة، فهذا الشيء دغري بيبين على وجههم. هذا الموضوع اللي اخترتيه اليوم، تفضل. مزبوط، اليوم اخترت كمان رح اعمل فوكس على المرأة من بعد عمر الأربعين سنة. هلا لأنه كيف عم تفتح التي في والمجلات كله بده يعمل دايت كراش، دايت ديتوكس، يلي أكلون بالعيد بده يشيلون بحيلا طريقة. بس أنا عم متوجه للسيدات اللي عمرهم 40 وطلوع من 40 ل 70 سنة، سمعوا كتير منيح شو بدي أحكيكم أنا اليوم، ما عندي إلا 10 دقايق وصلكم فيها المسج، رح أحكي بسرعة بس رح كون كتير بريف أند كونسنتريتد. ابتداء من عمر 40 ما بقى تخسروا وزن من اللور لمب بسهورة، يعني من الجزء الأسفل، صح؟ دايما بنخسر من الأبر لمب لأنه الميتابوليزم بيبطأ، بتصير الخسارة من فوق والربح من تحت يعني بالقلب. هلأ السيدات شو بيعملوا؟ بحسوا حالهم نصحوا ما عم بيبكلوا عليهم جينزاتهم فساتينهم، فبينقطعوا عن الأكل وبيقطعوا الخبز وبيقطعوا بيحرموا حالهم من الأكل. كل سيدة عم تسمعني هي بتعرف حالها إذا عم تعمل يويو دايت، إذا ما بحياتهم مشي عليك هالتقنيات إنه بتقطعي الخبز بتقطعي ما بعرف شو، بيجي عبالك الحلو بتروحي بتزعبري بفكرة ما حدا شايفك، بترجع بتزيدي فوق الكيلو كيلو ونص. أنا بقلك إنه بقي على وزنك أحسن لحتى ما ينتزع وجهك، وإذا حابة تعملي تقنية منحفة لحتى نتفي تضعفي إلك حق ب 250 جرام بالشهر. يعني تخيلي قدي 250 جرام، مين بيقبل معك يعمل دايت يضعف 250 جرام؟ صحيح. هلا هون عم نحكي لأنه جمالية لحتى ما تترهل البشرة. في حال ضعفته لأنه هلا كلهم بدهم 5 كيلو بالشهر و6 كيلو بالشهر، بياخذوا حبة وبيشربوا شاي وبياخذوا سوبريسون للأبيتي، ما بيمشي، تنزلوا بينزلوا الميات وبينزلوا المينرالز والفيتامينز وبتترهل بشرتكم. وما بينزلوا دهون؟ ما بينزلوا دهون، بتضل النصحة محلها، تترهل البشرة، الفات كومبارتمنتس يعني الشحوم، جيوب الشحوم تبع الوجه بينتزعوا بيروحوا، وهيدول ما بيرجعوا اذا اكلتوا، انتبهوا، يعني بتروحوا اتس ون واي تيكت،
روحتون راحوا اكلتوا ما بيرجعوا، بيرجعوا لتحت وشكم بيكون باي باي ترهل. ومع قلة نضارة كمان 100%. مين هن اكثر مناطق عرضة لترهل البشرة وخسارة جيوب الشحوم من البشرة؟ بنشوف سوا الصورة الأولانية. لا هيدي الثانية. رح ندى رح نشوف أول صورة. بدنا نشوف تحت العين بتكون معبية العين بالعادة، بس يصير في عنا ترهل. شوفوا شو بيصير. بدنا نشوف الصورة اللي بعدها كيف بيدوب الشحم. شوفوا تحت العين شو بيصير. فإذا أول منطقة رح تترهل هي منطقة التير تروف أو الخط الفاصل بين العين والخد. منشوف إنه بيصير في عنا جورة، بتصير الجورة تغمق 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 مع خسارة الوزن. بس ما هو بنتعجب يمكن ليش هلا بنلاحظ بس نوصل لهالعمر أول شيء بيتأثر بخسارة الوزن هو الوجه. هل في تفسير يمكن غذائي لهالمشكلة؟ هلا هي لأنه مثل ما كانت عم بتقول كارول، عادة لأنه بيلتجؤوا لحميات منا صحية سببت لهم أن يخسروا بسرعة. هيدا الشيء بيأثر كتير على مباشرة على الوجه. مباشرة هلا في سبب تاني كمان، أنه بالوجه في عنا فات باكتس، جيوب من الشحم. عنا واحدة هون واحدة هون واحدة هون وواحدة تحت. هدول الجيوب برقاق، مش مثل البلي فات مثل البطن أو مثل الأرداف والركب. لا هدول الجيوب كتير رقيقة، يعني أول ما الجسم يعمل بروسس لخسارة الدهون هني أول شيء بيسلتو لأنه رقاق كتير بيترحلوا. مش مثل الجسم أكيد، مش مثل الفخذ أو مثل الأرداف والبطن يلي فيهم كتير شحوم. قد ما يروح منا بتضلها كامشة. وهون شو عم نشوف بالصورة؟ شوفي سيدة عمرها 44 سنة شالت 6 كيلو بشهر وإجت لعندي. شوفي خسارة الشحوم من الوجه حتى ضاربة على منخارة. يعني شوفي هون بمنخارة شو صار، طلعوا فيي هون مشاهدينا هون، بس تشوفوا هدول الزيوح هون بنص المنخار، الخطوط يلي بنسميهم الخطوط الأرنب الباني لاينز. حتى على المنخار في شحم. يلي بيصير بس تفقدوا وزن بدوب الشحم من الباني لاينز من المنخار على أطرافه، فبيقشط المنخار بيبين كبير من تحت، وبيصير في تشيه تجعيدتين من نصه، بيصير ولا أبشع من هيك. والمنخار ما فيك لا تعمليله فيلر ولا تعمليله شيء، بده يترحل وبتبين هون طويلة الغضروف يبين طويل، وبس تتحكي بصير مبين زول. وبتعطي عمر أكبر. بدي أرجع يعني للصورة، بدي أعلق على الثاني منطقة. شوفوا التير تروف أو الجورة تحت العين مع الابتسامة قدي عم بتغير لجوة، عم بتفوت لجوة. شوفي شو صار فيها، يعني صار في عندها منطقة الماسك أو الفراشة كلها مضروبة. وبعد في منطقة بدي دلكن عليها، تطلعوا هون على الـ شو بيسمون بالعربي التمبلز على الأطراف هون. بيصير في عنا شيء نسميه سكوليتيزاسيون، يعني بتصير الجلد ملزقة على عظمة الجمجمة، وبتصير كونكافيتي يعني بيصير هون فايت لجوة، وبيصير المنظر كتير بشع. بس تضحك السيدة بيصيروا مبينين لشلوش لانه الجلد على العظمه روحت من وجهها. بس حتى اللي بتعمل بوتوكس دائما مثلا البوتوكس بيفتح هون، بدك تعبي بدك تعملي فيلرز. يعني اللي بتهتم عاده ببشرتها وضعفت بسرعه بتكون اقل عرضه. هلا رح احكي عن الحلول. اوكي فاذا شفنا بالابر فيس بالوجه من فوق شو بيصير، رح ننتقل لحتى نشوف اللور فيس الوجه من تحت شو بيصير فيه. شوفوا الوجه من تحت، رح نبلش من النازوليفين فولز من خطوط الأنف، بيصيروا يحفروا والخد بيوقع وبيلقع عليهم. ليش؟ لأنه خسرنا شحم، بده يوقع الوجه، بده يلقى شي محل. وين رح يلقى؟ رح يلقى على خطوط الأنف يلي رح يصيروا كتير حفرين وينزلوا يقطعوا الشفة لحتى الخد يجي ويلقى عليهم. واحد اثنين، أطراف الشفاه بدهم يغيروا لجوا، وبده يصير في عنا الساد لوك يلي عم نشوفه معنا على الصورة. وتالت شي بده يصير في عنا الفستون يلي كل السيدات النايت مير يلي هو كابوس السيدات بس يترهل هون، بس يترهل وجهه. هلا إذا بنطلع بالسيدة بروفيل، إذا بنقلها تبرم وجهها، بكفي الترهل إذا خسرت أكثر من 6 كيلو بفترة 6 أسابيع، يعني كيلو بالأسبوع. ما تنبسطوا كثير. شفنا الرقبة القبل كيف، فينا نرجع ندى نشوف بليز صورة. شوف الرقبة هون في عنا طابق تاني وقع الدوبل مونتون، وقع ترهل. يعني هيدول لحتى نرجع نستعيدهم كتير صعبة. وإذا صار في أتاك للور فيس من خسارة الوزن يمكن الشغل فيه أصعب،
ما فيك بس توصل لهالمرحله ما بقى فينا نحن نعمل لها شيء، بدها تعمل عمليه كثير كبيره جراحيه وتشق راسها من ميلها. اوكي بنكفي مع الصوره اللي بعدها. اذا كانت الخساره متوسطه بنشوف اول يعني اول منطقه باللور فيس هي خطوط الانف وخطوط الحزن. هلا بعد معي 3 دقائق رح احكي بالحلول. اوكي فاين، فهمنا انه ممنوع نخسر وزن، 250 جرام نص كيلو بالشهر، هيدا اللي لكم حق تعملوه، بعتذر منكم بس فيكم لازم تعتذري من هلا هلا. هي اكيد نحن بنحكي عن الجمال، يعني اذا ما بدك تتبشعي، ما بدك تبيني كبرتي بالعمر او تعبتي، فيك تروحي تعملي تفريز شحوم كول سكالتي، او اذا اتبعوا نظام غذائي صحي يعني على مده طويله. مضبوط، ما كله بده بسرعه، انه كله بده بسرعه. فاذا يلي قلت انا بلشت حديثي وقلت يلي عارفه حالها انه عم تعمل يويو، بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل، بلالك هالشغله احسن على القليله حافظه على جمال بشرتك. بس في حال اخذت القرار انه تعملي دايت، انه مش طايقه وزنك وحاسه حالك ثقيله، تروحي عند اخصائيه متمكنه تعمل لك بروجرام. نحن بنقول هون على البطيء بس على الاكيد، يعني نص كيلو ل 700 جرام بالشهر مع باك اب، يعني بتروح عند الاخصائيه وبتجي لعنا لحتى نعمل لك دعم. نحن بنشوف ناخذ لك صوره وبنشوف فينا شو نحن نقول انه السيده وين رح تتاثر اكثر شيء، ندعمها، بنحفز لها الكولاجين، بنرجع بنعبي لها بشرتها براديو فريكونس، نعمل لها فوكلايز التراساوند لحتى نشدها، وشفنا المناطق الكريتيكلز اللي عم تتخفف، بينعمل لها دعم بالفيلرز شوي لحتى نحافظ على البالون ما ينفس، لانه اذا نفس ما بيعطي عمر وبيصير صعب حلو بيرجع صعب. هلا السيده لازم تبلش تعمل الاثنين مع بعض، ومش دغري بتعمل دراستيك دايت، انه بقطع الخبز بقطع الحلو بقطع الجبنه بقطع ما بعرف شو، ما بقى باكل شيء، بتصير مبسوطه بحالها على الميزان ووجعها عم بينزل. اذا صار معنا هيدا الشيء، هلا في اوقات بتصير المشكله دبل سوء، مثلا سيده عندها اثار حب شباب على وجهها وضعفت كثير، لكن النتيجه هون جايه شو عم تشتكي لي؟ عم تقول لي انه زايدين اثار حب الشباب على وجهي وانا عمري 45 سنه. قلت لها لا مش زايدين، هن بس اللي صار انه البشره ضعفت ونفس بينوا اكثر. شوفوا نص الخد هون عم نتقدم اكثر، 47 48 سنه صار في عندها بنص خدها جوره. هون اخذت لكم الصوره من فوق، من فوق عينها بتشوفوا انه خدها جوره بعدين وجهها. هدول بدهم فيلرز وبدهم راديو فريكونسي. فاذا كل سيده بتنضرب جماليا بوجهها بطريقه، في منهم رقبتهم بتنسلت بتصير كلها تجاعيد، في منهم تحت عيونهم بيصير كثير. وهون بنشوف قبل بس نزلت السيده وزن، ومن بعد ما رممناها، بس هيدي كانت بريزون شارج، يعني قررت مثل ما حكيت انا انه بدي انزل وزن مباشرة، بدي حافظ على وجهي مع بعض لحتى ما اخسر وجهي. شوفوا كيف اول شيء كان وضعها سيء بس رجعنا رممناها. لتعملوا التست حتى تعرفوا، شفتوا الاصبع، بتحطوا اصبعكم بهالمنطقه وبتكبسوا بتشيلوه. اذا صار مثل الصوره فينا ندى نشوف اخر صوره بليز. شوفوا قديش الاصبع عم بفوت الجوره، بدنا نشوفها بس شلنا اصبعنا. شوفوا الجوره، الصوره اللي بعدها، ليكي الجوره تحت عينها قديش بتفوت لجوا وما بترجع. بهالحاله ضروري نرمم الخد، لانه بيروح شكل العين وبيروح لوزيه العين وكرسي الخد بيختفي معالمه. صحيح. مع خساره الوزن الغير مزبوطه. وبالفعل هون عم نشوف المناطق، سوري ساشا مضطره خلص كل شيء. هون إيرفي راسبالدو، هون طبيب مشهور بفرنسا، عم بيرمم السيدات الكبار بالعمر وعم بيقول لهم ما تعملوا ريجيم، لانه عم بيضطر يرمم من راسه من جوا بالفيلرز وعظمه الجمجمه من هون لحتى يعطي هالتماسك لحتى الوجه ما يترحل. يعني فينا نعمل نوصل لهالمرحله، وفينا نعمل رياضه كمان. اكيد هيك كمان الرياضه مهمه كمان للبشره وللوجه. فيك تعملي ريجيم خفيف، مش تقطعي كل شيء بجنون ترجعي تاكليهم بعدين، وفيك تعملي تفريز شحوم، وفيك وهلا بعرف انه من اصعب القرارات هي انه نخسر وزن ونتأيد بهالقرار على مدار السنه. صحيح. كثار منا يمكن ببلش بعدين بيتعب بيوقف، بنوصل المرحله اللي قالت عنها كارول، سو اليوم رح تعطينا بعض النصائح هلا حتى نبلش السنه الجديده ونلتزم بهالقرار. دائما اول بدايه السنه الجديده اللي بيصير انه كلنا بنتمنى
أمنيات. اللي احنا بدنا نقولها للمشاهدين، نقول لهم للمشاهدين اليوم انه لا ياخذوا يفكروا انا شو بدي مش شو بتمنى، لانه الأمنية عادة ما بتحملهم المسؤولية للأشخاص، فالواحد في يقعد ويحلم قد ما بده، بدي اضعف، بدي بلش اعمل سبور، بيتمنى كثير، بينما لا ما لازم يفكر بهالطريقة. اليوم بدي ساعده كيف يقدر يفكر تياخذ القرارات المضبوطة تيقدر يلتزم فيهم ويكفي فيهم على مدار السنة. فما لازم تكون أمنية القرار اللي بده ياخده، بده يحط هدف قدامه وبده يقسمه لهذا الهدف لأهداف صغيرة رياليستيك وإكسايتنج بذات الوقت تقدر توصله للهدف النهائي. يعني مثل ما بنشوف كلنا بنحط قدامنا تو دو ليست، شو بدي أعمل، شو بدي بلش. من القرارات الخاطئة يلي نحن بناخذها إذا بنشوف الصورة الثانية من بعد هيدي، إنه حتى من بعد هي على أول السنة أنا شو بدي أعمل، بدي أخسر لتسي كثير بسمعها 10 كيلو، هيدي إنه بيكون قرارهم لسنة 2016 إنه بدي أشيل 10 كيلو، هذا القرار أكيد ما رح يمشي. ليش؟ لأنه لازم يفكروا على المدى القصير يلي كله بيلحق بعضه، مثل جمالياً وعلى جسمهم بذات الوقت، صحياً لازم يقولوا، صحياً لازم يقولوا أنا لازم أخسر نص كيلو بالجمعة، هيدا الهدف يلي لازم هن يشتغلوا عليه، ولازم يحطوا بلان. يعني لازم يقولوا let's say أنا مثلا ما عندي لانش بوكس، بدي أشتري اليوم لانش بوكس يأخذ معي أكل، ما عود أكل أكل unhealthy، ما عود أعمل delivery أنا وبالشغل for example. يعني حسب كل واحد شو الكيس تبعه، realistic goals يعني ما يكونوا كتير realistic وصعب علينا، يكونوا صعبين 10 كيلو صعبين 500 جرام 100%، ويكونوا كمان exciting. يعني هو يفكر من هلأ أنا لثلاثة شهور هيدول بكون شلت فيهم 6 كيلو، يعني يحضر حاله تدريجيا مش دغري يحطوا هيدا القرار يلي اكيد ما رح يكون رياليستيك. اذا منتابع بالصوره الثانيه كمان من القرارات يلي بياخذوها بدي اقعد بلا اكل، يعني اكيد بيلتجوا لانواع دايت انه ياكلوا اقل من 1000 كالوريز بير داي، هدول الفادز دايتس كانت عم تحكي عنهم كمان كارول، او الديتوكس دايتس او بروتين دايتس، لكل هالانواع الكراش دايتس يلي بنتبعهم. فهون بيوقعوا بمشكله اليويو سيندروم، بينزلوا يمكن اول فتره بيردون بيردون دبل بس بيكونوا تبشعوا بشعوا، بيضربوا الميتابوليزم تبعهم وبيقعوا بهالمشي، عم ينزلوا ويزيدوا، ما عم يخسروا الدهون فعليا من جسمهم، بيكونوا عم يخسروا مي وعضل بالتالي. فهون لا لازم يحطوا بلان انه انا بدي اكل صحي، يعني يعتمدوا انا بدل ما اكل حليب كان الدسم بدي اخذ دهون دسم، نفس الشيء لللبن، الاجبان مش صفرا بيضاء، بدي ادخل الالياف باكلي، بدي اعمل يمكن نهار اكل فيه كل شيء لونه اصفر، لحسب الجريب فروت تفاح اصفر، نهار ثاني إيه كل شيء، يعني تبع كل يوم مثلا قول انا بدي ركز على لون معين. بهذه الطريقه بيقدر يوصل لهدفه من دون ما يحس، واكيد بيقدر يضايق. انا هذيك السنه قلت ما بدي اكل شيء من العلبه من السوبر ماركت، ما بدي اكل الا شيء في منه بالطبيعه، هذا الشيء بيأذي او مواد حافظه، يعني شيء مش موجود منه بالحياه بروسست ما بدي اكله. اوكي كثير مع آلي وهولي حتى بيأذوا يعني كمان البشره. أوكي. إذا منتابع هيدي فكرة الديتوكس يلي كتير بيتبعوها الأشخاص ببداية السنة، إنه أكيد ما نلتجئ لألون هالفادز دايت. منتابع بالصورة اللي بعدها، في كتير أشخاص بيقولوا أنا هيك بيجوا لعند الكلينيك خلص أخذت قرار ما بدي أروح أكل بالرستورانت، ما بدي أكل برا. فنحن هون أكيد ما رح نقدر نعمل هيدي الشغلة، فالواحد هون ليه ما بفكر إنه تو إيد سمارت، يطلب بطريقة ذكية، ياخذ يمكن يتناول سلطة بأول الوجبة قبل ما يروح المطعم، يكون شارب كبيتين ماء، ياكل شويه المونز هيك بشبعه، وساعتها بروح وبيعمل خيار هيلثي بدل ما يقول لا ما بدي اروح على مطعم. خاصه بالمطاعم بس هلا في خفيف بالمطاعم كلهم عندهم هيلثي منيو. اكشلي بدنا نشوف الاكل يعني شلك هيك عقده احسن من غير اكيد عم بيكون على القليل المعايير، مثلا قمح كامله، خبز قمح كامله بش ابيض، على القليل الكواليتي بنكون احسن. المهم نعرف شو نختار. صحيح، في كثير كمان اشخاص بيجوا لعندي بقرارات مثل انه انا بدي اصير فيجيتيريان، كمان هون بدنا نقول لهم لا، لانه الشخص الفيجيتيريان ممكن يوقع بالفخ انه يفوت على جسمه كالوريز اكثر بكثير مما انه يكون عم ياكل من كل شيء اللحوم كلها، بيوقع بمشكله الباستا، الجبنه الصفراء كلها هيدي كمان بتامن له سعرات حراريه. القرار الخطا كمان يلي ممكن ياخذوه انه بدي اوزن حالي كمان كل يوم. هو الوزن قرار خاطئ من اساسه، مزبوط. نحن عملنا حلقه سابقا انه ما يكون الوزن هو لحاله
حاله معيار للواحد اذا عم ينزل او لا، لازم ياخذ القياسات تبعه. القياسات كمان ممكن كثير تعطيه فكره قد ايه عم ينزل، لانه الوزن بيتاثر بكثير حسب الوجبه اللي اكلتيها، الووتر ريتنشن، الهرمون التشينج. في كثير بياخذوا قرارات، ما بدي اكل انا شوكليت، ما بدي اكل سويتس، ما بدي اكل شيء، وبيرجع مثل ما قالت كارول قبل بيطلع عباله بياكل بيخبص. نحن ننصحهم يا للمشاهدين تيكون قرارهم افكتيف انه يعتمدوا 80% من غذائهم اكل صحي ويتركوا 20% لهيدول القصص يلي ما بنقدر نوقفها فجاه، يعني بنقدر نخففها تدريجيا. بالتالي القرار الخاطئ كمان يلي ممكن ياخذوا انه يقرروا ما بدي اتروق، هيك بخفف عن حالي وجبه، بالتالي بخفف سعرات حراريه. كمان حكينا مره عن وجبه الفطور واهميتها، بالعكس يفكروا لازم يتروقوا تينشطوا الميتابوليزم تيضلوا ينزلوا وزن، ويركزوا على البروتينات، الخضار، الالياف بوجبه الفطور. بعد عنا كم صوره كمان يلي كثير بفكروا انه انا بعد الساعه 7 ما بدي اكل بقى. في كثير بياخذوا هيك قرار يلي هو كمان ما بيقدروا يناموا عشيه، بيموتوا جوع. مش معقول تنامي وجعانه. صحيح. بدنا نقول لهم انه هن اذا كانوا عم يتبعوا نمط غذائي من قبل دايتيشن حاسبت لهم الكالوريز، او هن ديجا متروقين ومتغدين، في حال تعشوا قبل السبعه او بعد السبعه ما رح يزيدوا، هي اوفان يكون التوتال هو اللي بينحسب. بنتحسب، مش انه اذا اكلنا بعد السبعه او قبل السبعه. الصوره الاخيره واخر صوره يلي هي انه انا بدي اعمل سبور كل يوم ساعتين وبدي كسر الدنيا ولا اول سنه بدنا نقول لهم يا للمشاهدين انه لا، بالعكس اول شيء مش صحي لهم، لانه رح يكونوا جسمهم مش معود على السبار، وثاني شيء بلشوا تدريجيا يقولوا لا انا بدي امشي كل يوم نص ساعه، ويحضروا حالهم بطريقه ان كان مع ترينر يدخلوا على القليل نقوم باي حركه يعني مزبوط. جسديه بالنهار هيك بيقدروا يداينوا وبيوصلوا لمبتغيهم. طب قبل ما نختم، في شيء يعني بتسمع كثير اشخاص مثلا بتقول لك انا الخبز بنصحني، الخبز الاسمر برتاحي عليه اكثر، انه انواع الاكل تؤثر بين شخص واخر؟ هلا هون بيرجع لفكره شخص اذا عنده انتولرنس يمكن على الحبوب مثلا او انواع ثانيه من الاطعمه، هيدا بصير كيس باي كيس، بس ان جنرال لا، ناكل كل شيء اموديراسيون. شكرا لكل هالمعلومات، اهلا وسهلا فيك كارول، شكرا لك. وهلا كمان اهلا وسهلا، شكرا لحضوركم معنا ولكل هالنصائح. نبقى باجواء الاكل، واليوم بضيافه برنامجنا ببيروت الشيف مازن شومان، ورح نشوف نحن وياه شو وصفه اليوم. وصفة اليوم مع الشيف مازن شومان، اهلا وسهلا شيف. اهلا فيك. شو اخبارك؟ الحمد لله، ينعاد عليك. ميرسي وعليك ان شاء الله. شو محضرين؟ اليوم محضر بيش دو نويل بس على سومو. اوكي. يعني نفس نفس شكل البيش اللي هو جزع الشجره. اوكي. بس بالسومو. هلا حيتساءل العالم كيف الرولو حيكون، كيف طريقة التحضير؟ التحضير حيكون بدل من جاتو كيك حيكون توست. احنا حنجيب التوست الطويل حنقطعه هيك بهالطريقه شرائح بالطول رفيعه، صح، برجع بنرقه ليصير بهالطريقه. هو المفروض انا وشلت الجوانب كمان، يعني اكيد بدي اشيل كل شيء قاسي اطراف. اوكي. المفروض انا استعمل ثلاث شقف، هول ثلاث شقف انا حضرتهم. اللي بيصير هذا حيكون الاساس بالارض. حنعمل نحن موس سومو. موس سومو انا عملته. كيف بتعمله؟ موس سومو هو سومو فومي مع كريم فريش ونتفه زبده، برش حامض وبهار اسود. اوكي. اوكي، ضربناه على الماجي ميكس، حطيناه على جنب. في صوص كرامبري. بلشت على النار حطيناه. صح. مع شو حطيتها؟ هلا عم خليها لتستوي لحالها. صح. ما ضفت شيء معها؟ لا، هلا بعد شوي انا بدي احط لها ليمون معها بس لحتى تستوي شوي. اوكي. برجع بحط لها سكر. اها، طب فيك تبلش اذا بدك شاف لنشوف طريقه التحضير. أوكي. بالوقت اكيد عم بتبلش، كيف بنعرف انه السمو طازه ومنيح ما بيضر؟ لانه بنعرف هيك ماكولات ممكن تسبب تسمم. صح. هلا اعطينا هيك بعض المعلومات. في تاريخ صلاحيه على السمو، لانه نحن عم نستعمل سمو فومي مش عم نستعمل سمو طازه، بس السمو الطازه تنقدر نعرف كيف هو طازه. اول شيء في عندك طريقه بالجلد، الجلد بدك تكبسيه، المفروض يرجع، ما المفروض يضل على زيت الكبسه لجوا، وعندك العين المفروض تكون عم تلمع مزبوط، وعندك الخياشيم اللي من جوا
هول كمان المفروض يكونوا حمر، ما المفروض يكونوا سود. هيك فيك تعرفيها اذا منيحه ولا لا. اذا منيحه ولا لا، صح. وطريقه تبريدها كمان ما المفروض تضلها اكثر من يومين بالبراد. اها. كاسومو طازه، وكاسومو فيمي هي بتتلج عاده. اوكي. المفروض كمان اذا بدك تظهريها لبرا ما تضلها اكثر من النهار. ومثلجه قديش فينا نحتفظ فيها؟ مثلجه لها تاريخ تقريبا 3 اشهر. اوكي. منيح. لكن هون عم بتقطع. هون عم نقطع الحامض نحطه فوقها. الحامض. او الليمون. عندنا من بعد الكرامبري كمان بدي اعمل الموس اسبانيل. كمان نفس الطريقة بتحط لها كريم فريش؟ موس اسبانيغ، صح. أنا كنت غسلت الاسبانيغ ونظفته، بنحطه بنقليه، هو لحاله الاسبانيغ على الحرارة حيستوي. حنحط له كمان كريم فريش، ملح وبهار أسود. ارجع برده واعمله على الماجي ميكس. ننطره ليبرد يعني. صح. طب بدل الكرامبري فينا نحط شيء غير نوع لا يطلع الصوص كمان طيب ولا لا؟ مفضل الكرامبري. يفضل الكرامبري. صار عندي هيك، انا بيكون صار عندي 3 موسات، 3 اصناف موس. الموس سومو وموس اسباني وموس شافر اللي سويته هون كمان. أوكي. بس ضفت له نتفه كريم فريش لحتى يطرى شوي. طب هلا هول 3 انواع موس صاروا، بنحطهم فوق بعض، كيف بدك تعملهم تقريبا؟ اللي حساويه انا حبلش بطبقه هون الموس شافر. مظبوط، موس شافر. حارجع انا احط لها الكرامبري، الموس الكرامبري حيعطيني لون ثاني. حارجع احط انا عازل بين الموس الكرامبري مع الموس السبانيغ، حاعمل شرحات السومو مثل ما هي حنحطها. حارجع احط الموس السبانيغ فوقها. حتنلف، هلا بس تنلف ساعتها بتبين كمان حتبين بس تتقطع طبقات، وبالاخير عندي الموس سومو على وجه بدنا ندهنه كيف بنساوي بالشوكولا الجناج وهيك وبنشرحه. نفس الشيء الموس سومو. هلا هون بدها وقت شيء على النار لتستوي ولا لا؟ ايه اكيد بدها شوية وقت. بدها وقت، صح. بترجع بعد ما تستوي شو بتعمل فيها للصوص؟ بتضيف لها شيء ولا لا مثل ما هي؟ لا ما بتضيف لها شيء، خلص بتضلها حتى تستوي. مظبوط. بعملها كمان على الماجي ميكس حتى تصير بيوري مظبوط. وبتعطيها هالطعم الطيب كمان مع كل هالمكونات اليوم رح تستخدمهم. صح، هو الكومبينيشن بين الشافر والسومو والسبانيغ والكرامبري كمان الطيبه كثير بتعطي طعم طيب. صح. اوكي، لكن رح نطلع عليك كل شوي نحن شيف. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. واهلا وسهلا فيك. اهلا. رح تتابعوا كثير من الفقرات، ولكن شو رح نشوف بعد الفاصل؟ فقرات تجميليه متعرف خلالها على كل شيء جديد بعالم المكياج مع ضيفتنا خبيرة التجميل جورجيت ريشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. ثانك يو. انا كمان اشتقت لك نبيل. اهلا وسهلا فيكي، وكمان مش بس مكياج وتزيين الشعر. اهلا وسهلا بمزين الشعر نيكولا بخعازي. اشتقنا لك نيكولا. كل سنه وانت بألف خير نيكولا. صرنا زمان ما شفنا نيبين. عن جد ما عم بجيك ان شاء الله تكون سنه خير على الجميع. وعليكم يا رب. وعلي جورجيت، كيف بتشوفي عروس 2016؟ شو الخطوط العريضه لموضه المكياج؟ مزبوط. بتعرفي انا لفتني الموضوع، كنت عم بقرا عم تابع شوي تنشوف شو الموضه للسنه، وحبيت شارك فيه المشاهدين وشارككم فيه اكيد بالبرنامج. فهلا رح نبلش نشوف شويه صور، بس خليني اقول لمحه سريعه. يعني نحن اليوم كعروس هي بدها تعرفي تحدد شخصيتها، انا اليوم باي لوك انا على بالي اطلع، بعدين باي شهر انا عم بتجوز، لانه اذا انا عم بتجوز بالصيف اكيد ما حيكون اختياري للالوان الميك اب اللون الحمراء تبعي نفس الالوان اللي حتكون بفصل الشتاء. فبدنا نعرف اي شهر والكاركتر اللي انا بحب اطلع فيه اكيد. فهلا شيء هيك اذا بدكم بنبلش نشوف الصور. مزبوط. وفينا هيك نحكي. اول صوره قد ايه صرنا مش شايفين احمر على شفاف عروس مثلا. ايه قوية كمان، مش ناعمين العيون. العيون منهم كثير قوية، لأنه حتى تبني لو حتى أسود كنا حنعتبرهم كثير قوية. أوكي. بس هلا نقيت كذا صورة في عيون كثير خفيفة.
بس كأحمر شفاهي يعني مثلا أي عروس ممكن تنقي أنا حط أحمر. بعدين للعروس اللي بدها تحط أحمر بدها تكون قدها، يعني اليوم إذا أنا نقيت نهار عرسي يكون حتى أحمر على شفافي ما في اتراجع بقى لورا. كيف يعني؟ مني مثل إذا نقيت لون الفوشيا، إذا لقيت لون الفوشيا فيه خفف وبصير زهر، بس إذا نقيت أحمر إذا خففته راحت من رح من جماله ورح من أنوثته ورح من الجاذبية اللي هو فيه، وخربت كل المكياج لأنه ما رح يروح أكيد. فأول شيء بدها تفكر فيه أنه أنا عشان عبالي صلت الضوء، عبالي صلت الضوء على شفافي بنقي لون الأحمر، روح للون الأحمر، عبالي يبينوا عيوني حلوين أكيد بنقي المكياج القوي. وهلا أكيد هنشوف كذا صورة. الصورة اللي بعدها رح ننتقل للصورة اللي بعدها. هون عيوني ملونين، نقيت تحت أحمر، وإذا لاحظت العيون كثير خفاف. حتى السنة بدي أقول إنه الرموش ما بقى نشوفهم مثل البابيون عم بيرفوا وكثير كتار، عم نروح على طول للأشياء الناتشورال. فأنا أكيد مختارة كذا صورة للون الأحمر بس لنشوف كيف فينا ممكن نحطه. هيدا اللون ناتشورال هون بلا رموش مع لون الأحمر، بس هيدا اللون داكن شوي يعني بيروح فصل الشتاء أكثر. مزبوط. فإذا هي بدها تتجوز بفصل الشتاء مثل ما كنا عم نقول بالأول بتروح للألوان الداكنة. كمان هيدا عن الاحمر الشفاه، كمان لون الاحمر. واذا شفتي النيود يعني هون انا هيك بنصحها، اي لاينر نيود ورموش خفاف تطلع بلون بس حلو. بس كل العرايس بالبقلون هالستايل؟ اكيد لا، بدها تعرف لون بشرتها، واذا كانت سمراء اصلا انا بصير بقول ضبوا الاحمر يعني بلا ما نحط احمر كثير مع البرونزر. شو رايك نيكولا؟ انا معي انه يضب الاحمر وحتى الشعر كثير هيك اللوك طبيعي عم بيكون كله غير فلافينج كثير السنه دارج هيك كل شيء دارج العروس الناتشورال عن جد. هلا تننتقل للقسم الثاني هي التان. كيف بدنا نختار التان تبعنا؟ اذا بدنا نكون كثير سمر ولا لا، حبينا نكون سمر ولا لا، ما ينسوا العناية بالبشره تا يطلع بشرتهم فيه إكلا. لون موحد كمان، لون موحد. وكيف اذا كانت العروس سمراء؟ هون التان كمان بيلعب دور كثير كبير. مزبوط. فانا مضطره انه سمر لها وجهها وبقول لها على طول انه ما تسمري وجهك اذا على بالك تعملي تانينج لجسمك كرمال ما تطلعي معبقه، وبس تكتري البرونز بتصير عاطي على تان اورانج ما بقى بتطلع حلوه. مزبوط. يعني ما فينا ناخذ برونز على لو اخذت الوان ترابيه بس عم تضرب اورانج وبالصور بعدين بتندم انها سمرت حالها كثير. كل شيء اذا عرفت تختار. مزبوط. او خبيره التجميل كمان ساعدتها. مزبوط. كمان هون هالصور اخترتهم كرمال تنشوف التان قد ايه اذا كانت سافت ومعتنيه هي السيده ببشرتها تطلع التان تبعها حلوه وصورها بيطلعوا فينا ما نسمك يعني فينا ما نسمك التان. بس بدك عروس ما تسمك يعني هيدي ما بتصير ابدا. مره طويل بتفكر اذا سمكت اكثر بتعرفي هيدا بيرجع نيفين لخبرة التجميل وحسب من اي متى عم بيشوفوها يعني من اي متى عم بتتابع معهم لانه في عنايه قبل المكياج. مزبوط. ضروري العروس تتوجه لمركز التجميل قبل 3 اشهر من عرسها، بتبلش الشغل هي واخصائيه التجميل بيتفقوا انه بدنا نوصل لهيدا النهار عندي اكلاب بوجهي وحتى ميك اب يكون منه سميك منه يعني لان بعدين بصير يشقق. اوكي. هيدا برونزي اللي نحن كلنا بنحبها. كمان كثير حلوه فيها لمعه خفيفه. شعر. فيها شعر ايه. بس انت من اي مودرنز يعني من اي زهر. هيدي الصوره بس حطيتها تننتقد واكيد ما قصدي انه الاحمر على عيون لانه ما حدا حيحط احمر، بس هيدي تقول على الناس اللي بقوا عيونهم بقوا الحمرة رح يطلع بهيدا ستيل. يعني لازم يكون في اعتدال يعني يكون في او اعتدال. قوة الحمراء او مزبوط. قوة العيون يعني على طول بدنا ننتبه بدنا نقول انه انا على شو عبالي ركز على عيوني ولا على شفافي او التان على طول بدي ركز عليه هيدا شيء الزامي اساسي بس بدي ركز بعيوني ولا بشفافي. ننتقل للموضوع الثاني هن العيون. صرنا فترة الترند كانت انه بنشوف الامبر الخفيف اللي ما فيه لمعة. السنة رح نرجع نشوف اللمعة، اللمعة الذهبية، اللمعة الفضية، وكمان بنصح فيها واهم شيء نعرفه من حطها باول العين. بتلبق للعيون الملونة أكثر أو على كل العيون؟ لا حتى على عينين البني بس بتلبق حسب أي لون نقيت، إذا نقيت الذهبي بده يكونوا العينين شوي بني، وإذا كانوا ملونين بتحسي أكثر بيلبق لهم الأشياء الفضية والملونة. حتى نازل ملون جلتر. من انا هول الصور شوي تنشوف لك على العين. بدون جرأة هولي لبلشوا الصبايا. بتعرفي انا هيدا احلى ميك اب بالنسبه الي. عاده العرايس يا بنقوا هيدا الميك اب السموكي
بدل شوي البني على اورنج من فوق بحطوه على بينك تيحطوا الحمراء بينك، يا بنقوا الالوان الترابيه. بس انا من هالميك اب هذا الستايل، يعني هذا الشكل الميك اب ببين شرحه العينين، وفي شيء براق يعني مقمم العين او الجلتر، بس طريقه كثير خفيفه باول العين. مزبوط، بس عافيه حلوه وبتعطي هيك شوي. مزبوط. وهون للسمر هيك بالصيف كمان الالوان الملونه حلوين. مش غلط انه نشوفهم جايين يعني بالصيف، فينا نروح حلوين الالوان بالصيف، بس هون ما بتحطي لون حمرة. لا بيستعملوها للفوتوشوت، للفوتوشوت يمكن اكثر، هن ارتستيك اكثر هون من ما حدا بيحكي اكثر اضاءه. بس فينا نقول حلوه موضه الميك اب لل 2016 ورايحه للطبيعيه اكثر. مزبوط، ورايحه اكثر يعني كل شيء طبيعي، ان كان بالرموش عم بنقوا الرموش الطبيعيه، ان كان بالتاع عم يشتغلوا صاف. حتى انا اول وحده غيرت التان هلا، بس في كثير بس لمقت الفاونديشن. مزبوط. طب بالشعر شو رح نشوف لعروس 2016؟ رح نشوف كثير ناتورال السنه، يعني بنشوف الشعر، انا مع الشعر يكون كثير ناتورال مرفوع بطريقه حلوه، بس انا ضد فكره انه يكون منوبر الشعر على الوجه. مزبوط، لانه بصير يعني هي اوريدي العروس عم تعمل يعني شو بقولوا بتنظف الصوره، وبدها الصوره حلوه ونظيفه، تيجي انت تعملها كيرلي وناتورال، انه مش انه لنهار عرسة. اكيد هلا يمكن نشوفها كيف لازم يكون. اوكي، لكن بنقوم بنبلش معك نيكولا. بس طمني، في قص ولا لا؟ لا ما في قص. يعني في السنه بموضه الشعر قص 2016 بلشنا نرجع نطول، نرجع نطول، نرجع نبلش شوي المواسم العراس تبعونا برا بالخليج، واكيد رح نعطي الطريقه الحلوه. بس اليوم انا وياك بدنا نشوف نيفين كيف بدنا نحط طريقه الاكستنشن الحلوه اللي هو شوي اليوم مغيرين. هلا بنشوف كيف. هلا في بعض يعني الصبايا بحبوا الفلت نهار عرسهم، بيرجعوا بيندموا بيقولوا كان لازم ارفع، انه بكل المناسبات في فلوت بس بعرسي كان لازم. فينا شغله وحده، بدنا نفلوت بس مش بالشوب. مش بالشوب كثير، لانه بالشوب يعني عروس هالموسم فيها تفلوت مثل هالايام كثير كثير فيها مثل هالايام. تعال بس اذا انتبهتي اليوم شو عاملين، ربطنا المغايطه، شو صار عنا؟ ما حاطين اكستنشن من تحت. هذا شعره، هي هذا شعره، هو نوعيته هيك او انت عم تعمل؟ لا هو لا، نحن كاسينه بالفار لنقدر نستفيد من الفوليوم. هلا هون شو الفكره؟ هالاكستنشن هي هالقعده تبعيتها هيك. اوكي، شو نحن بدنا نعمل؟ خلينا ناخذها بالقلب، يعني خلينا نتزاكع شوي لتقصر معنا اكثر، تعطي ايه ويصير في عنا فوليوم اكثر. شو صار؟ فتحت بكل الشعر، صار عنا نحن هلا اليوم طلعنا بهالفكره، يعني هون لازم نكون نحن متحضرين قبل بوقت، كانت الفكره عنا اياها سريعه اليوم واشتغلنا نحن والشباب. شو صار عنا؟ صار في عباوي وعلى طول شعره بالضبط. صار عنا اذا بدنا نحط الطرحه بهالنقطه هيدي، صار عنا الطرحه بتقعد عادي. مزبوط او لا؟ نحن عم نشوف ستيبات لشوف المشاهدين يستطيعوا بالكوافير. بعد ما بقى لا نيفين، لا عملنا كريباج لا عملنا شيء. اوكي. شو الهضامه؟ لقطنا هي، شو صار عنا؟ صار عنا فوليوم. اوكي، هذا الحلو. يعني الفوليوم هو الشيء الوحيد هالموضه اللي ما بتتغير. الموضه ما فينا اذا بتحطي طرحه وتحسي الطرحه اذا اسبانيول وتقيله. شو عملنا؟ كنت عم تساليني ليش اذا شعرها هيك؟ شعر اذا معمول ويفي معمول برشي ما بيزبط معنا كثير، شو عملنا نحن؟ اشتغلنا على الطاجي لحتى اذا بدنا نشتغل بهالطريقه ها. شو صار عندنا نيفين؟ صار عندنا كانه عم نضب الشعر هلا، ضبينا الشعر، رجعنا زيت اللوك طريقه يعني كمان. ايزي اكثر من هيك وفير ما في، بس انا مثل ما تعودنا عندكم نعطي اللوك السريعه.
طبعا يعني هالاكستنشن طريقه حتى ما بتوجع الراس او بتضايق الشعر بتسأل البنوت خفيفه ايه اذا اذا والعروس هذا الشيء اللي صارت تدور عليه يعني بنهار عرسها لانه بتحب تكون مرتاحه وما يضايقها شيء غير هيك ها شفتي شو شو الحلو؟ حلو ها يعني بطل في عندك لا الدبوس تنوجيها ولا العروس بتصير معها شيء وما كانه ابدا حاطه اكستنشن ماشي يعني أبداً. ما مبين ابدا هالفوليوم بالشعر مبين طبيعي بتعرف شو الحلو نيفين الوقت بدك تعملي وبدك تعملي شعر فوليوم صار حتى الدبوس يقعد معك بطريقه حلوه احنا تعودتوا بالال بي سي كمان خففتوا لنا ايدنا صرنا سارعين عندكم بس دائما بقول انه نحن لازم نتحضر لكل حلقه من اول الجمعه هلا هاي الطريقه عندك عندك بالصالون نيكولا شو الشيء اللي بتزيده للعروس؟ انا بزيد للعروس مثل ما انت شايفه في اكثر من هيك خفه ايد بدك ترغبيها للعروس يعني في شيء بتزيده معقول اكيد 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 انا العروس دائما بتغني انا وياها على نبط واحد يعني شو بنقول مثلا بحط لها ستبلس اذا شعرها خفيف بحط لها اكستنشن صغير بحط لها طريقه الورد طريقه مثل ما بدنا نشوف هلا كنت انا عم بجرب اعمل سسبنس لتشوفون اكثر انه طريقه حلوه كيف بنعبي الشعر اكثر انا ما عندي مشكله مع العروس لسبب واحد خبرتي ما عندي مشاكل ابدا مع العروس هلا بعرف كل صبية عشان وجهها وكل اذا وجهها اذا عندك هون جبينها ضيق مثل ما شفنا هلا رخيناهم ما فينا نعمل فوليوم ما فينا نقصر الرقبه بنهار عرس اعطينا البابيوني الحلو انه هالطريقه عملناها قديش صرنا نحن وياك عم نشتغل هلا؟ اقل من خمس دقائق هلا ممكن نحن نتنظف اكثر بالكوافير طيب ضينا كلها لا ضينا اكثر شوي بسبب طيب خبرنا شوي هيك اعطينا بعض التبس لعروس ال 2016 ال 2016 الاسود ما عندنا بقى مشاكل معه لانه وقت بتحطي له الاكسسوار تبعيته مثل ما عم نشوف صار بيضوي اليوم نقينا اصلا الشعر شوي غامق هون لحتى نطلع بهالستايل حلو اذا شفتيهم العروس الشعر الاسود حلو كثير شعر الاسود يعني ما بقى بحاجه تفتح العروس فينا فينا, فينا فينا نفتح بلا فينا نفتح على طرف الشعره وفينا بذات الوقت كثير منيح انه نقدر نحط ستابلس اللي هو بلون الشعر بدون ما ندعر الاسود يعني بدون ما ندعر لها شعراتها هذا نهار عرسها شيء سبيسيال كثير الحلو كمان فينا نفتح على طرف الشعر لانه الاسود كل ما بتعليه لفوق كل ما بيتعب على طرف الشعر ممكن يفتح درجتين ثلاثه اربعه ونحط لهم تونر نرجع نعمل لهم كالر حلو بتكون هي العروس بذات الوقت ما غيرت كثير نهار عرسها لانه يعني شعر الاسود كثير ايام حلو بنهار العرس وبتكون لون اطراف شعراتها كانه صار عندها اكسسوار بشعراتها والحلو اذا بتحط كمان خصل واذا عبينا بنحط خصله كمان يعني نكسر شوي اللون بلو اللون الموف شفنا اللون بلو عن ماجي يعني حلو بقى كثير مميز حلو كثير انه لو شعر اسود انا بنصح العروس ما عندها مشكله ابدا واللون الفاتح كمان اللون الفاتح بجنن اللون الفاتح لحاله هو بيحكي مع الكاميرا هو بيحكي بال يعني هون لو شفنا شوي فاتح كنت بتشوف التخصيل اكثر يمكن ما بنشوف الموديل ما بنشوف الموديل على الغامق بس نحن نقينا شعر غامق شوي نعم وعملنا هون هو لانه صار عندنا طريقه هلا الحلو انه هيدا قد ما بدنا بنوطيه بنوطيه شينو اذا بدنا بحسب طلب العروس حسب الفستان اذا الفستان عالي شوي بنقدر نبرمه اكثر اليوم نيفين كثير مهمه انه انتم عطمشت المرياج انه تقدر تطلع بالمرايات كلها لتشوف الحنك تشوف الدين تشوف المنخار تشوفي وين في عيب بالعروس كل التفاصيل وين في عيب لازم تكون شوي جريئه مع العروس لانه هذا نهار عرسها شوي سبيسيال والتصوير كثير سبيسيال اي كثير سبيسيال لا اليوم كلوديا ثانك يو لانه هي عملت الميك اب وعملت هالنهايات شغلنا لها بتسلم لنا عليها كمان وبتعيد لنا اياها لكلوديا بنسلم عليكم ثانك يو نيكولا بنعايد الكل بالصالون عندك كمان عايد لنا المدام شو ساشا حبيتي؟
معقول معها. شكرا كثير نيكولا لحضورك معنا، بنشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي. وجورجيت كمان بدي اتشكر حضورك معنا، ورح نشوف بعد الفاصل شو في عنا مع ساشا. متابعين بفقراتنا استراحه قصيره مع الاعلان وبعد الفاصل. زين المنزل باجمل الديكورات مع المهندس الداخلي الفريد زخور. واللايف كوتش نجلة عموري تؤسس لحياة متوازنة وسعيدة لأولادنا. متابعين ببيروت، وهيك في كثير من السيدات وانا من بيناتهم بنحس انه دائما بدنا نزيد لمسه على بيتنا لنحس انه شوي في تغيير وتجديد، وهيك بنأثر على نفسيتنا. وهالشيء وهالموضوع رح نتناوله مع مهندس الديكور الفريد زخور. اهلا وسهلا فيك الفريد. هاي اهلا فيك، اشتقنا لك. اهلا وسهلا، ينعاد عليك. ان شاء الله 2016 بتكون بتعقد على الجميع. ان شاء الله هيك بدنا. ان شاء الله على برج القوس تحديدا. طبعا احنا دائما اتفاقيه على القوس. بدنا شيء نغير مود البيت، بتعرف بتزهق كل يوم قاعد بنفس المكان. سو شو هيك رح تعطينا بقى؟ 2016 بنصح العالم يتجرأوا اكثر ببيتهم، يفوتوا الالوان، يفوتوا الموديلات الجديده، واهم شيء الاندستريال ستايل، يعني الشكل الصناعي، الحديد المصدى، الخشب القديم. هلا انا تجرأت بس فتت بالحيط، لا يعني تجرأت كل الالوان فوق بعضهم بأوضتي. ف لا ما حدا بقى يفوت، بخافوا لما يفوتوا على الاوضه. لك استعمال الالوان في شيء خطر، في شيء صح لازم واحد يمشي فيه، انه لازم دائما يكون في ستيب وبروسيجر معينه واحد يمشي فيها، انه فينا نساعدك اكيد اكيد اذا بدك. اهلا وسهلا. عندي كم صوره هيك حطيتهم، انه جبتهم جمعتهم لفرجي اللي عم يحضرونا شو الدارج لل 2016 وكيف واحد يقدر يخلط الماتيريالز مع بعضها. هون كمان انت فيك تستفيدي. هيدي الصورة عم فرجي أكثر شيء قصص اللي دارجة بال 2016، نحن وعم نحكي أكيد بيقطعوا الصور مع بعضهم. هون عم فرجي اللايبرري اللي دارج واحد يحط فيهم الكتب القديم، الكتب الجديد مع بعضها، الشيء العتيق الأنتيك مع الروستيك الجديد. بهيدي الطريقة هون دمجنا العصرين مع بعضهم، مودرن وفنتج بنفس الوقت. وبحب كرر وأقول هيدي الفكرة اللي هي السلم مع الخزانة الكومبينيشن على بعضها كثير دارجة، يعني ما بقى في براند عالميا ما عم تعمل هاي الكونسبت، اذا مش عم تعمله على ابيض عم تعمله على خشب، اذا مش عم تعمله على حديد. حتى الاناره غريبه كيف طالعه هيك من المكتب. هي الايتم صايرين البراندز من براندتنا وجر عم يعملوا هيدا الشيء، يعني عم بيصنعوا اللامبادير بقلب الخزانه بقلب الكبر دغري الشخص بحطها ببيته وبيشكها وبتمشي بهيدا الطريقه. يعني اوكي هيدا الصورة اللي بعدها. الصورة الثانية مثل ما شفتوا كمان على اليمين، كمان في كتب، كمان في لايبرري، دارج كثير هيدا الايتم وهيدي القصص تنزيد. بهيدي الكومبينيشن زدنا قماش، نيفين بدك تسمعي هون، لأنه في قماش، في جلد، في خشب، في حديد، وفي سجاد، وفي خضار بنفس الوقت. شفت الكومبينيشن كيف كامشي على بعضها؟ في اسباس صح لازم يكون بين لون ولون، مش لازم يكونوا ملزقين على بعضهم، بين ماتير وماتير كمان لازم يكون في ديستانس. استعملنا حديد بالتريا، استعملنا حديد بالفرش، بالطاولات، استعملنا حديد بالمكتب. يعني كله دخلته مع بعضه، كله دمجناه كمشناه على بعضه بس بطريقه صحيحه، ولبقنا اللايبرري البيضاء على الصوفة البيضاء وعلى السجاد الابيض. يعني قد ما استفيد بس هيدا بدا اهل الاختصاص، بدا المهم اكملها لالك. ثانك يو ثانك يو. بس بدا سبيس كمان شوي، المكتبه مع الكتب بدا مساحه. في طريقه صح، من يومين كنا عم نشتغل على بروجي كانوا خايفين من السبيس، قلت لهم بس خلوني اشوف شو بقدر اعمل، اندهشوا كيف سيعت لهم عدد زياده بست اشخاص باسباس ما كانوا مفكرين رح يساعد في هذا العدد، يعني ضبطت طلعت كثير حلوه وممشى كثير حلو بين بعضهم. هون عم فرجي حبيت هيدي الصوره لاجيبها لفرجي على لون الحيط اللي هو الزيتي اللي دارج الغامق بنفس الوقت، ما كثير الواحد يفكر انه فاتح ممكن يعني كمان. يعني حلو غامق يعني دافي يعني وورم كوزي، كثير واحد بيحب يكنكن على صوفا مثل هيدي. ليش حبيت فرجي هيدي الصوفا؟ لانه منها تراديشنال صوفا، منها مثل الكل بيشوفها او بيعرف فيها، معموله من ريش، يعني اللي منتقده هيدي كلها تكايه، يعني خرج قهوه، خرج قعده مع تي في، ريحه، يعني هيدي الصوفا معموله لريحته للشخص او هالمكان المخصص يمكن لراحه الشخص. فيري كومفورتبل اند فيري كوزي، يعني المحل الاساسي للواحد يرتاح ويكون مرتاح مع عائلته مع بيته بنفس الوقت. واللون الاحمر من بعيد كمان كانه شيء كثير حلو، ما انتبهنا له، فينا نرجع على الصوره بكون بتخيل فاز بتكون شيء ديكوريتيف ايتم حياه صح.
طب افرض ما انه بس حكينا عن الالوان الغامقه هي مضبوط الالوان الغامقه اذا حدا بده يغير بابي بان مثلا بالبيت هي بتضيق المساحه دائما يروحوا على الفواتح هيك في شيء هيك بيقول هيك بيقول يعني it doesn't matter اذا استعملت ما بياثر اذا استعملت فاتح او غامق بس اللي بتستعمليه معه بياثر اكزامبل اذا استعملنا صوفا لونها جراي وجينا حطينا بابي بان جراي رح تشوفي كانه ملبوسين على بعضها هذا شيء غلط بس اذا حطيتي بابي بان كريم بيج معرق مع بعضه بيعطي سبيس لون واحد بيعطي سبيس اكثر قرايه بيعطي مدى يعني كل وحده شيء استعمل المرايات بقلب البابي بان لانه اسهل شيء تغيير بالبابي بان هيني بويا بابي بان اكيد ما رح يجي الواحد يغير الايتمز بس كمان كيف بتحطي الاغراض قد ايه بتبعديهم عن الحيط كثير بيساعد وكثير بيأثر. اوكي. هون عم نشوف ترند ل 2016 اللي انا بعتقد شو قصدك ساشا يعني؟ يا سبقتيني قلت له هيدي بدي اياها. هدول اكشلي هدول اللايف سايكل الاس بروبلي بهيدي الامبلام بهيدي الايتم اللي كنا عم نشتغلها بتكون عائله العائله العائله تبعهم سمعان انه ما بيأثر يعني كمان كله بيلبق فهون بدي فرجي الاكثر شيء دارج لل 2016 هي التايم لاين والتايم لاين ثرو ايمجز باستعمال الصور بيدمج الصور مع بعضهم هون في صور من الاهل كيف كانوا صغار لكيف كبروا وتجوزوا للاولاد قديش صار عمرهم وهلا وين صاروا كل فتره هيدا التابلو بيزيد بيصير يكبر عليه صور على اليمين صور من فوق صور من تحت لينطلع الحيط وعبى الحيط كله بس بطريقه تنسيق الكادرات طريقه التنسيق طريقه وضعهم والقياسات والارقام الماتي اللي اشتغلناه من هيدا كان مودرن كالكوليشنز والديزاينز كان مودرن هلا نحن عم نحكي بدي افرجيكم شيء اكثر رستيك بهيدا الستيل كمان يعني بس هو الصور كمان بيضيفوا جو على البيت هدول يعني كل شيء ما يدخل على البيت هيك بيسرح نظره بالصور على القليله على القليله ما بقى في انه تعوا تفرجيكم صوره من موبايلي او ما عندي اياها للصوره كل شيء ملخص حياتنا موجود على الحيط هون عم نشوف شيء ثاني شيء ما خصه بالمودرن وما خصه بالميموري تايم لاين هون عم نشوف مثل ما بيقولوا بزق ولزق بس كل ايتم هون بتعني له شيء للشخص اللي كنا عم نشتغله اياهم مجمعهم من كذا منطقه من كذا بلد مركبينهم على بعضهم بكذا كادر وكذا ديزاين وحاطينهم على الحيطان هون ما اشتغلنا على المات ما اشتغلنا على الاسباس اشتغلنا على ايتم حطينا حده الثاني والثالث والرابع والخامس لخلص الحيط هيدا اللي جربت اعمله بوضه ما ضبطت بس هيدا قديش شايفينه سهل يعني شو ما كان اخترته حطيته قد صعب صح يعني اشتغلناه باي ذا واي اشتغلناه فيرتشوالي اشتغلناه على اوتوكاد وفوتوشوب واي اي وفرجيناه للزبون اقتنع بهيدي الطريقه دن بلشنا عشوائيا لانه قد ما تقنعه بيقول لك مش حتزبط يعني ما حيطلع مرتب شخص ولازم شخص يوثق فينا يعني شايفنا شغلنا بيعرف ستيلنا اذا شيء بنفرجيه سيميلر بيشبهوا بعض القصص كلها ويسالنا يعني اهين شيء واحد يقدر يستشيرنا يستوضح هون الاندستريال فايب اللي كنت عم بحكي فيها اول ما افتتحنا الموضوع استعمال طاوله فيها حديد استعمال كراسي فيهم حديد استعمال السقف الازاز المرايات الترانسبارون استعمال الخشب المعتق استعمال التريا اللي فيها حديد الهوت الشمينيه ظاهر استعماله كله بعده الومنيوم بعده مثل ما هو هيدا الشيء كثير صعب واحد يتجرأ يعمله بس لمن يعمله ويخلصه بده يقول واو لانه شغله كثير حلو بالنهايه ومثل ما شايفين الصوره استعملنا فيها كرستين مش مثل بعضهم صفيتين مش مثل بعضهم حتى الطاوله مش سنتري مع السجاده بس يعني بننزح كل شيء على ميلي والاكسسوار كمان قد ايه بده كله مغير كله ملعوب بطريقه بس يمكن للاشخاص اللي كثير بيكي وبيظبطوا القصص على قدها ما بتزبط عليهم ما بتزبط مشان هيك بنعطيهم اوضه لهم واوضه لغيرهم بنعملهم كذا اوضه بدك كل شيء مصفصف اوكي هون كمان عم نشوف هي نفس الاسباس اللي شفناه قبل بس غير فرنتشر هون جربنا كذا اوبشن للكليون تنع باللي موجود قبل شفناه غامق هلا عم نشوفه على افتح الكليون بحب لكم انه حب الفاتح ليه لانه في ضوء من ميله الشمال على الشباك سو ضرب عليه للايتمز حبهم كثير بهيدي الطريقه كمان هون كلوز شوت ديتيلز عم نشوف السجاده اندستريال الخشب الشمينيه الايتمز الديكوراتيف اللي موجوده كل هدول القصص مثل ما قلتوا كثير بيساعدوا يعني بس في السبيسنج في الكالكوليشنز اللي لازم يعملهم الواحد كيف يبعدهم عن بعضهم كيف يحسبهم بهيدي الطريقه ويحطهم بمحل الصح
حلو، يعني حبيت هيك طريقه تقسيم البيت كورنر قديش ممكن نغير فيه. وهون عم نشوف كمان ستايل جديد باخر صوره. اكيد هون كمان عم نشوف الستايل. هون محل ما يعني اللي بيشوفها بيقول ما كثير شعطناها. ليه؟ الطاوله من نفس الوان السايد تيبلز، من نفس الوان الاغراض اللي موجودين ورا، من نفس الوان التريا. هون الزبون حاب يستعمل كلهم نفس الالوان، يعني بينا نفس الوان الطاولات، نفس الوان السايدز، وكمان الجلد اللي استعملناه بالتشستر فيلد وبالايتمز على اليمين وعلى الشمال بينا بنفس اللون. بس هو المشكله كيف بدك تقدر تجمع قصص على بعضها؟ لا لا، تجربه عم بحكي، كيف بدك تقدر تجمع تقدر انت جمعت كل شيء بس ما عرفت كل شيء وجنب. هلا بنرجع بنشيل كل شيء وبنحط بس اللي عايزينه بال كثير حلو الموضوع اللي اخترته الفريد. اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله بنرجع بنشوفك. ان شاء الله المواضيع اللي قلتها تكون فادت كل اللي عم يسمعنا، واذا حب يغير شيء ببيته صار يعرف شو اللي بيق وشو مش بيق. اكيد اهلا وسهلا فيك الفريد. وهلا رح نروح فاصل، ومن بعد الفاصل مباشره مع لايف كوتش نجلة عموري رح نشوف كيف فينا ناسس لحياه سعيدة لأولادنا. عودة لمتابعة ببيروت بآخر فقرة لحلقتنا لليوم، وكيف منساعد الأولاد على الانطلاق بالحياة بس يصيروا راشدين ونؤسس ومنأسس لهم حياة سعيدة ومتوازنة. هذا رح يكون موضوع ضيفتنا اللايف كوتش زينة أو نجلة عموري. عفوا، أهلا وسهلا فيك نجلة. اهلا وسهلا. شو اخبارك نجلة؟ قد ما عم بجي لعندكم عم تنسي لي اسمي. بالعكس، قد ما في ضيوف بحلقتنا بنسى الاسامي شوي، فاعذريني. نجلة، قد ايه مهم يعيش الولد ببيئه حاضنه وصحيه حتى هيك ناسس لحياه افضل ومستقبل واعد له؟ يعني الاولاد بيطلعوا كثير منيح بالاهل وبيعملوا اكزاكتلي مثل ما هن بيعملوا. يعني نحن بنعلم اولادنا اشياء بس هن بالاخير بيعملوا مثل ما نحن بنتصرف مع اصحابنا مع البارتنر تبعنا. كم مره انتم في اشياء مثلا باهلكم ما بتحبوها وبتوقفوا حالكم لانه عم تحكوا مثلهم بنفس اللهجه او نفس الكلمات؟ فهن يمكن علموكم اشياء مثل ما نحن كلنا بنعلم اولادنا اشياء، بس الاولاد بيتعلموا مثل ما بيقلدوا الاهل. فعندنا مسؤوليه كثير كبيره انه نحن دائما نتصرف احسن شيء فينا، نضبط اعصابنا، نكون محبين، نكون بالانس، لانه بالاخير اولادنا بدهم يعملوا مثل ما نحن عم نعمل. ونحن معود يعني انفورشنتلي هلا صاروا الاولاد عايشين كل الوقت ببوكس، بيطلعوا على تلفزيون ببوكس، بيروحوا على المدرسه بالباص ببوكس، عايشين ببيت ببوكس. فنحن كمان حتى يكونوا هن ناجحين وسعداء وعندهم بالانس بحياتهم لازم دائما نعودهم يعملوا اشياء اوتسايد اوف ذا بوكس، يعني يتحركوا. لانه كل الوقت هلا يا على التلفزيون، كثير اوقات الاهل بيتعبوا. بقدر انا ام وبعرف من ابني بوصل اوقات لاوقات كثير بتعب. اوكي، فيك تطلع على التلفزيون او فيك تقضي وقت على الايباد، بس هدول كثير بخلوا الولد يكون هايبر، بخلوه منه من خياله ومن حركته. وكثير اولاد عم يتاخروا بالحكي لانه ما عم بيحكوا مع حدا. يعني كثير من اوقات بيقعدوا مع الناني بس الناني عم تشتغل، ما عندها الباسيونس والحب اللي عندها هي الام. صحيح، لحتى تعلم الولد الاحسن شيء فيه يتعلمه. بلا انا بعرف انه ابني، انا بعلم يوغا غير انه عندي لايف كوتشنج ديجري. هو ما بحب يعمل معي ابني عمره 7 سنين يوغا، فشو عملت؟ يعني بدنا وي هاف تو اوت سمارت اور كيدز. صرت روح على المدرسه اعمل جروب اصحابه كلهم بالصف بالمدرسه مرتين بالجمعه يوغا، وبعودهم يتنفسوا. في شيء اسمه بنسميه ماجيك فايف، بنتعلم تو بريد ان اند اوت and in and out and in and out. عم بعملها كثير بسرعه، اكيد وقت تعلموا اولادكم عودوهم يعملوها ببطء. فهيدي لوحدها تهلب ذم تو، بتساعدهم لحتى يخففوا اذا عندهم انكزايتي، ليروقوا لحتى يكون عندهم فوكس اكثر. هيدي لوحدها اتس ماجيكال. اوقات بكون عم يوجعوا بطنه او زلعيم وبقول له اوكي ليتس دو ماجيك، خلينا نتنفس الماجيك فايف. بيتنفس، بحط ايده على بطنه، مامي اي فيل ماتش بيتر، دغري بحس حاله منيح. وكثير اوقات وقت اغني معه، يعني حيلا شيء وين وي كونكت مع اولادنا من القلب، نتواصل معهم، بنلاقي انه في تغير بتصرفاتهم. كنت نازله من عند صاحبتي بالاسانسير، روح ايده فبلش يبكي، كان موجوع. اي نو ات هيرتس ا لوت. فقلت له خلينا نغني،
قال لي لا لا ما بدي غني. اكيد ما كان في باله ابدا يغني لانه كان كثير موجوع. بلشت انا غني معه غنيه هو بحبها، شوي شوي بلش هو فات بالجو معي وبلش يغني. يعني بتحايل على الولد. يعني اكزاكتلي exactly. يعني كمان الام بدها تنزل يعني لمستوى، يعني حتى اذا وطت على الارض تتحكي معه، هذا الشيء يمكن بيعطيه معنويات. هلا عم نلاحظ انه في وعي عند الاهل، والاهل صاروا كثير عم ينتبهوا لهالموضوع انه ما يعصبوا قدام اولادهم، بس في ظروف صعبه بتخلي الام مرات تكون منا مرتاحه، والولد ذكي بطبعه، يعني الولد ممكن يعرف انه الام عم بتمثل عليه او انه عم بتكبت على حالها، عم بتكابر على نفسها. هون بهيدي الظروف شو التبس اللي ممكن تعطينا اياها؟ يعني الام هي بدها تشتغل على حالها، والبي هو بده يشتغل على حاله. كم مره انت بتعصبي على اختك امك بيك وريفر؟ مش لانه انت بدك تعصبي علي لا، لانه بيكون يمكن جاي من الطريق وما عجقت سير، يعني انت منك مرتاحه مع حالك، منك ان بيك ستيت، حيلا شيء بيجي من برا بده يضايقك. مثلا الاولاد كمان بيحسوا، مثلا اوقات اذا انا مقعده مع جوزي ابني هيز فيري سمارت، مع انه نحن انه بنعمل كاموفلاج وانه اتس بيرفكت لايف وكل هيدا، بس هو بيقول لي مامي القطي ايده لبابي، بابي بوسه لمامي، انه هن الاولاد بيفهموا كثير منيح. يعني كرمال هيك نحن وين بنوصل بالتقدم تبعنا، بالكيف بنحس، بتطور الفكر تبعنا، لاولادنا بيجوا على هالدنيا وبيبلشوا مطرح ما نحن وصلنا بالتقدم بالتفكير بالكونشس. فقديش عندنا مسؤوليه انه نحن دائما نشتغل على حالنا لحتى نكون عندنا اولاد سعيدين. خليني بس كفي لك قصه ابني، بعد ما روح ايده وتضحكنا وغنينا على الطريق، بعد شوي مامي هيدي بورش، شفت سياره البورش، انبسط فيها. يعني نسي، خليته انه يطلع من جو الوجع. فنحن لازم نعيش مع اولادنا، نعرف شو الاشياء اللي بحبوها، ونعرف شو هن التريجرز اللي بتخليهم يكونوا مبسوطين، وخليهم يكونوا زعلانين، خليهم يكونوا فوكس. وقتها تعرفي الواحد بتعرفي كيف هاو تو درو ذا بيست ستراتيجي تو هيلب ذيم. وابنك يعني اهم اسهل شيء تعرفي طبعه. هالقد بيكون في تواصل بين الاهل وبين الولد. طب هل سليم انه نحمل الولد مسؤوليه بعمر صغير؟ يعني اكيد 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 من الاشياء الكثير مهمه اللي دائما بقولها لابني، اكيد اي لاف يو، انا بحبك، بقول له اياها بالنهار بركي شي 20 30 مره. قد ما بتقولي لو ابنك او بنتك اي لاف يو، بتكوني دائما عرفي انك انت على الطريق المضبوط، انت هيدا مسؤوليتك. يعني اوقات اذا شغله هو عملها ما عملها مضبوط، بدل ما انا اصلحها عنه بقول له هيدا مسؤوليتك، لانه من عمر الصغير عم بعوده يتحمل مسؤوليه. نحن انفورشنتلي بلبنان كثير بغنجونا اهلنا، ما بنعرف نتحمل مسؤوليه. فاذا بنعود الاولاد نقول لهم قد ايه بنحبهم وقد ايه نحن فخورين فيهم وقديش نحن بدنا نحملهم مسؤوليه، معنويات يعني كثير ندعمهم، وبالمقابل تما يكون ينجلق او انه يكون مغنج يتحمل مسؤوليه. وبعدين بريزنج، يعني نقدره للولد. مثلا بصف اليوغا، وقت نخلص يوغا علمته شغله كثير مهضومه، بنعملها، بنعمل كيوينج وبنعمل فينومين حواليها، بيعلوا ايدهم، بحطوا ايده ورا ظهرهم، بعدين بيقولوا يو ديد جريت جوب. فهن بريزنج ذيم سيلف ميك ذيم فيل براود، بيقدروا نفسهم اكثر، بحسسهم بالفخر. صح، بيقدروا يقدروا اللي حواليهم كمان مع الوقت بالمستقبل لما الانسان يقدر. فلازم نتأيد بكل هالنصائح. وقبل ما تغادرينا ونختم مع المشاهدين، لازم ندوق كمان اليوم الشاف شو محضرنا مازن شومال. الاكل كثير مهم باي ذا واي، جود فود بيساعد للبالانس. تفضلي نجلة معنا على شيف مازن. كمان اشتقنا له كثير، صار له فترة مش طالل علينا. تفضل شيف. تفضلي. يعني اليوم هالجولي بيقهر قهر في شوي مثل الغيور عندك بالقميص. واو توكس جريت. تفضل شيف، خبرنا اكثر اليوم شو حضرت لنا لليوم. مثل ما شايفين بيش، بس بيش بالصمام، بيش بالصمام مؤلف من توست شافر مع كريم تشيز مع نتفه كريم فريش. بنرجع كمان طبقه الكرامبري اللي طبخناها مع عصير الليمون والسكر، بنرجع كمان طبقه السبانغ اللي كمان عملناه بيوري مع كريم فريش وملح وبهار ابيض، وطبقه صومون فيمي بنقلبه ولفيناه، ورجعنا عملنا الموس الصومون اللي هو صومون فيمي مع كريم فريش مع زيست تحامض مع بهار اسود. يعني طبق جدا مميز، واكيد بنلاقيه بفاندور بالكيترينج عندكم. شكرا كثير شيف،
ما تطول كثير الغيبه علينا. اهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مره جديده. ما انا قلب نقص هلا شايفه قصرنا. نجلة، اي نصيحه اخيره كمان بالاخر بتحبي تقوليها للمشاهدين؟ انا بقول احسن دراجز، احسن دواء بنعطيه للولد وللكبار كمان هو التنفس، الاكل والمي. فاذا اكلوا منيح علمناهم يتنفسوا، علمناهم يشربوا كثير مي، منهم بحاجه لولا دواء وبيعيشوا حياه سعيده وهيلثي ان شاء الله. اكيد نحن نتمنى كل هالجيل الجديد يعيش حياه سعيده لكمان يبني مستقبل ناجح. لهم شفتي على الساعه ونص حسيتهم هيك بسرعه عن جد عن جد طيب الوقت انرجي وقت تكونوا مبسوطين ما بتحسوا بالوقت. صحيح اكيد. وهلا صار وقت نودع المشاهدين. بدي ارجع اذكر انه برنامجنا صار من نهار الاحد لنهار الخميس ولمده ساعه ونص من الوقت، فانا وساشا بنودعكم وان شاء الله بنرجع بنشوفكم حلقة جديدة بكرة. باي.